تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ولقاء يتجدد معنا ومعكم دائما في حياة الناس. في حياة الناس سنلتقي ونتحدث ونتحاور عن أهم وأجرى القضايا المطروحة على الساحة المصرية والعربية. لكن النهارده الحقيقة معنا ملف طبي مهم جدا جدا جدا، وفي الحقيقة من التفاصيل التثقيفية الطبية جئنا بها خصيصا لمشاهدينا الكرام مشاهدي الصحة والجمال، ونشرف أن يكون معنا على الهواء مباشرة السيد محترم الدكتور محمد العنوزي، أخصائي العلاج الطبيعي ومدير مركز دريم للعلاج الطبيعي. أهلا وسهلا دكتور محمد. أهلا بك يا فندم، أنا وحضرتك بنور حضرتك، ربنا يخليك. ومعنا أيضا السيد محترم الدكتور محمود مصباح، أخصائي العلاج الطبيعي أيضا ومدير مركز دريم للعلاج الطبيعي. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا منور دكتور محمود. بنور حضرتك. يمكن موضوع حياة الناس النهاردة هيكون عن العلاج الطبيعي والشلل الدماغي. الحقيقة بجد عاوز أقول لحضراتكم، يمكن وإحنا بنحضر الحلقة شفت نماذج وصور الأطفال بجد استطاع هؤلاء الشباب الأداء دي قدام حضراتكم دلوقتي دكتور محمد والدكتور محمود، الحقيقة قايمين بدور رائع جدا جدا جدا. ويمكن اسمحوا لي في البداية نتابع الفيديو عشان نشوف إيه اللي حاصل مع هؤلاء الأطفال، وإزاي استطاع دكتور محمد والدكتور محمود من خلال مركز دريم أن يعالجوا هذه الحالات. وهنشوف من خلال الفيديو اللي هيعرض حالا دلوقتي في بداية الحلقة قد كده عملوا مجهود خرافي مع هذه الفئة اللي بنحمد ربنا جميعا كل يوم صباحا ومساء أن أبنائنا الحمد لله مش بهذه الإعاقات. هنشوف مع بعض ونتابع مشاهدينا الكرام التقرير ونرجع تاني الفضل معنا. طبعا مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير المحترم جدا اللي شفت فيه الحقيقه نماذج قد كده اثرت فينا، لكن استطاع الدكتور محمد والدكتور محمود ان بامانه يضعوا بصمه مع هذه الاطفال، بصمه سيكولوجيه قبل ما تكون بصمه طبيه. وليه دكتور محمد؟ طبعا يا فندم، واحنا اصلا في مجال علاج الطبيعي الاطفال اهم حاجه عندنا اصلا العامل النفسي. هو عامه يعني العلاج الطبيعي اصلا هو العلاج الذي ليس دوائي ولا جراحي، احنا بنعتمد فيه على تمارين علاجيه في المقام الاول وبعدين اجهزه او وسائل فيزيائيه اخرى. العلاج الطبيعي اصلا منقسم اقسام كتير جدا، هو في علاج طبيعي الاعصاب، علاج طبيعي للعظام، علاج طبيعي الاطفال، وفي كمان نساء وتوليد، وفي جراحه، وفي جراحه، وكمان في بطنه. في العلاج الطبيعي الاطفال احنا مش بنشتغل لوحدنا، احنا معانا تيم كامل او جروب كامل عشان نوصل للطفل لاقصى درجه ممكنه من الوظيفه. احنا بنشتغل معانا دكتور اخصائي المخ والاعصاب، وكمان اخصائي التغذيه واخصائي جراحه العظام. كويس جدا، تعليق دكتور محمود على هذا الفيديو. الصراحة اللي بدأنا احنا بيه انه شغالين اكتر حاجة على الجانب زي ما دكتور محمد قال، الجانب النفسي. مش بس مركزين على انه الطفل يتحسن حركيا او وظيفيا، فالعامل النفسي اكبر حاجة فيه، انه الطفل بياخد اكبر قدر من الاستفادة. مزبوط. وده طبعا بسبب انه بدأنا نحضر او بدأنا الطفل عندنا كامل، واحنا برضو اخدنا نظام الـ NDT. ده ابروتش جديد جدا لسه موجود في يعني بيتعاملوا بيه بره في امريكا. كويس جدا. والدول اللي بره مش اغلب المراكز اللي موجوده في القاهره او غير القاهره بيشتغلوا فيه. كويس. فدكتور محمد برضو هيكلمنا اكتر عن موضوع الـ NDT وازاي انه حاجه مختلفه وحاجه بتفيد الاطفال. تمام. وده يمكن هياخدنا الدكتور محمد يعني ايه في البدايه، كتير يعني من الناس بتسال يعني ايه علاج طبيعي اساسا في المقام الاول للاطفال. العلاج الطبيعي للاطفال عامه احنا بنعالج الاطفال ذوي القدرات الخاصه اللي عندهم مشاكل حركيه، ودي ليها عده اسباب. خلينا نذكر حاجه بسيطه جدا، ازاي اصلا المخ يعني لما يبقى فيه خلايا تلفه. أيوة. ازاي المخ ازاي بنقدر ناهله تاني. لحكمه ربنا ولعظمه ربنا ان في حاجه في المخ اسمها نيورال بلاستيستي او اللدنه العصبيه. يعني ايه؟ يعني لو في خلايا اصلا تلفه في المخ، الخلايا السليمه او في خلايا اصلا ربنا خلقها لنا كده عشان تعوض الوظيفه. احنا بنشتغل ازاي؟ ان احنا بنحفظ الخلايا دي بالتكرار. كويس جدا. فبالتالي الطفل بيقدر يكتسب المهارة اللي هو أصلا فقدها. تمام. هنا يمكن دكتور محمود امتى أعرف يعني كتير من الأمهات امتى أعرف إن ابني محتاج علاج طبيعي تحديدا؟ طبيعي ده سؤال جميل جدا، هو إنه لما يكون الطفل متأخر سواء حركيا أو وظيفيا عن ذويه في نفس السن. أيوة. طبعا انا هعرف ازاي الاول، لازم اوضح للمشاهدين ازاي ايه المراحل الطبيعيه لتطور الطفل عشان اعرف ايه المشكله او اعرف امتى اتاخر. طبعا الطفل عند سن سنتين شهرين بيبدا يحاول يتحكم في راسه ويبدا يبص حواليه يشوف العامل المحيط حواليه. بعد من 3 شهور ل5 شهور بيبدا يحاول يزحف. من
من 6 لـ7 شهور بيحاول يقعد، او لحد 9 شهور بيحاول يقعد، وعند 9 شهور خلاص تقريبا بيكون قعد. من عند 11 شهر لحد 12 شهر او لحد 13 شهر يبدا يقف او يحاول يقف كويس المشي طبعا من سنه لسنه ونص. فلو الطفل اتاخر عن المراحل دي وهو طبيعي، يعني مش طبيعي، يعني خلينا نقول ان هو لاحظت ان طفلي وصل السن ده وما عملش الوظيفه دي، ده معناه انه الطفل عنده مشكله. طبعا مش خلينا نقول ده الكلام للناس اللي ما حصلش معاهم ساعه الولاده مشاكل، الطفل ما نزلش لونه ازرق مثلا، ما قعدش في الحضانه فتره طويله، ما حصلوش جات له صفره مثلا واللي هي الباثولوجيكال جوندس، تمام، فاتولد ولاده طبيعيه، فاتولد ولاده يعني. اذا دكتور محمد ده هياخدنا للشق الثاني، وهو الام امتى تقول انا هنا لا في حاجه غريبه على ابني في تصرفاته في حركاته، فبالتالي لازم الجا لحضراتكم مركز دريم للعلاج الطبيعي. تمام يا فندم. هو اولا زي ما دكتور مصباح ذكر ان لو الطفل طبيعي واتولد ولاده طبيعيه ومفيش اي مشاكل في الولاده، تمام، فهي تبص هي اكيد كل الامهات عندها ثقافه ان امتى الطفل يقعد، امتى الطفل يمشي، امتى الطفل يقف. فبالتالي لو اتاخر، يعني مثلا وصل سنه ونص ولسه ما وقفش، أيوة، فدي هتبقى مشكله. تمام. دي اول حاجه. تاني جانب بقى ان هي بتلاحظ بس على الطفل ان هو مثلا في جانب من جزء من جسمه بيتحرك اكتر من جانب، مثلا عنده شد او عنده ارتخاء في العضلات، عنده حركات لا اراديه، فهي بتبتدي تتوجه لدكتور المخ والاعصاب. تمام. وبالتالي بيحولوا لينا بعد كده. كويس جدا. اشهر العلاجات بقى واشهر الامراض اللي بتعالج مركز دريم بيعالجها تحديدا لديكم، يعني هو مش بس مركز دريم، هو انا بتكلم عن اي دكتور شغال علاج طبيعي اطفال. طبعا امراض كتير جدا موجوده، منها الايربس بولسي ملخ الولاده، منها مرض الاستسقاء الدماغي او الهيدروسيفلس، منها امراض كتير جدا، بس خلينا نتكلم على اهم حاجه اللي هي السيريبرال بولسي. ده بورد يعني مصطلح كبير جدا ويشمل حالات كتير جدا تحته. معناه ايه تحديدا بس عشان السيريبرال بولسي؟ ده الشلل الدماغي. ده معناه ده الشلل الدماغي. أيوة. الشلل الدماغي ده بيبقى عباره عن اصابه حصلت في المخ. اصابه ثابته ما بتتجددش يعني، او ما بتكبرش. أيوة. ثابته اول ما الطفل اتولد، حتى لو بعد 5 سنين لو عملنا له ام ار اي نفس الاصابه، ولكن المشاكل اللي بتحصل بسببها هي اللي بتبقى لازم نعالجها من اول ما الطفل بيتولد. تمام. وده هياخدنا دكتور محمد للفرق بين الشلل الدماغي وشلل الاطفال. لا ده سؤال جميل جدا استاذ ابراهيم، لان في فعلا ميس اندرستاندينج بين النقطتين دول، سوء فهم يعني. سوء فهم يعني بين شلل الدماغي وشلل الاطفال. مبدئيا شلل الاطفال ده ديزيز يعني مرض، لكن أيوة. شلل الدماغي نوت ا ديزيز، ات از ا جروب اوف ديس اوردرز، يعني مجموعه مشاكل مع بعض. أيوة. الشلل الاطفال ده اصلا معدي، يعني مرض معدي. فبالتالي اصلا كل الاطفال بتاخد تطعيم ليه في الاول خالص. الاطفال كلها بتاخده. أيوة. لكن الشلل الدماغي مش معدي جدا، ده هي اصابه بتحصل في المخ ليها عواقب تانية. الشلل الاطفال البروجنوز بتاعه كويس جدا، يعني بيتحسن. الطفل بيتحسن كويس، وهو بيصيب اكتر يعني الاطراف السفليه. لكن الشلل الدماغي ليه كاتيجوريز كتير وليه انواع كتير جدا، يعني هنتكلم عنها ان شاء الله. كويس جدا. لكن في تطعيمات، احنا ما اتكلمناش عن التطعيمات. طبعا شلل الاطفال ليه تطعيمات اكيد طبعا، لكن الشلل الدماغي ملوش طبعا، ده طبعا له اسباب تانية. حاجه يعني تو بريفنت، اللي هي تمنعه يعني، ملوش. لا 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 ملوش، احنا بنشوف الريسك فاكتورز. أيوة. وبالتالي بنحاول نتجنبها او بنحاول نبدا العلاج بدري. تمام تمام. طيب الحالات بقى اللي ممكن الامهات يروحوا لحضراتكم المركز وانتوا يعني مميزين بيها عن غيركم من المراكز، عايزين نتكلم فيها دكتور محمود. هو مش الموضوع مميز شوية، بس هي كل الفكرة ان احنا بندور كل شوية على الحاجة الجديدة. لا انا شفت الحقيقة بامانة، شفت حاجات انتوا عندكم في المركز، وانا اصغر من انا متابع على اليوتيوب كويس جدا، يعني عندكم حاجات بامانة مميزة يعني. هو فعلا احنا شغالين باكتر من مدرسة في المركز اللي عندنا. أيوة. في هو اشهرهم او اكتر الحاجات المميزين بها نظام الـ NDT. ده نظام او ابروتش مدرسه جديده شغال على انه الطفل يبدا يعمل الوظيفه اللي المفروض يعملها وهو متاخر فيها مع حاجه اضافيه. بمعنى يعني الطفل مثلا انا بعلمه ان هو يمشي، ده طبيعي. طيب هو بيمشي ليه اصلا؟ بيمشي عشان يروح مشوار، يعمل حاجه، يؤدي وظيفه مع الوظيفه الاساسيه اللي هو بيعملها. مظبوط. فده اساس النظام الـ NDT، بيعتمد على النظام الحسي التطوير يعني، وان هو بينشط النشاط الحسي اللي عنده أكتر يعني. وغير الجانب الحركي. كويس جدا. كثير من امهات الدكتور محمد يمكن يسالوا وهم بيتابعوا حاليا معانا مثلا، واكيد هيتصلوا بحضراتكم ويقولوا لحضرتك طب انا اضمن ازاي ان انتوا كمركز، هل فتره العلاج
اللي ممكن ياخدها ابني اي ما تكون حالته، وهل ممكن بالفعل يرجع؟ عارف ساعات بعض الاماء والاباء بيجي لهم حاله من الياس يعني، طبعا هل ممكن فعلا دكتور محمد ان ممكن يرجع ابني زي ما كان ده عنده كذا وكذا وكذا؟ فبشرى لي من مركز دريم لكل من يتابعنا الان. هو طبعا تحيه كبيره جدا للامهات، لان على عاتقهم مجهود ومسؤوليه كبيره جدا من ربنا. أكيد. وده ليه ثواب كبير جدا يعني، يعني بصراحه يعني بيجي لنا من جميع الوطن العربي اصلا، بيجي لنا ناس اصلا سايبه وظيفتها وسايبه كل حاجه علشان بس تعالج ابنها. مزبوط. فاحنا لازم بس يعني قبل ما نوضح الجانب ده، لازم بس يبقى في جانب من الرحمه عندنا ولكل دكاتره الاطفال، يعني ما نحاولش نستغل الناس دي، لا لازم يبقى في جانب من الرحمه اصلا. تمام. النقطه بقى الاساسيه هو يعني ابني هيرجع عامل ازاي، هي الفكره دي. الموضوع ده اصلا مش وظيفتنا ان احنا نرجع الطفل ان هو يمشي، لا ده في حاجات كتير جدا احنا بنوصل الطفل ليها. يعني اهم حاجه الطفل بيوصل لوظيفه. كويس. الاطفال عندنا بنقسمهم 5 كاتيجوريز. يعني مثلا الكلاس الخامس ان الطفل مثلا عنده مشاكل كتير جدا، فوظيفتنا ان احنا مش نمشيه، لا هو لو عمل وظيفه او احنا بنخليه يعمل وظيفه مثلا ان هو يقعد لوحده او ياكل او يخدم نفسه يبقى سيلف اندبندنت. أيوة. دي بالنسبه لنا دي حاجه كبيره جدا يعني. انما مثلا لو الطفل من المستوى الثالث مثلا اللي هو مثلا بيعرف يمشي مثلا على مشايه او حاجه زي كده، بيعرف يقعد مثلا لوحده، فممكن يوصل للمستوى الاول اللي هو يبدا يمشي، هو يبدا يمشي ويعمل نفسه. فهي الفكره مش ان الطفل يمشي، لا الفكره ان الطفل يقوم بوظيفه ويساعد. أيوة. نفسه. تمام. واحنا يعني هو العلاج هو علاج طبيعي الاطفال اللي احنا بنشتغله، هو بياخد وقت. كويس. دي كل الفكره. فلازم الامهات تتحلى بالصبر، واهم حاجه ان هي تكون داخله مركز يكون اصلا هم دكاتره علاج طبيعي متخصصين اطفال اكتر. تمام. وده هياخدنا للاساليب طبعا، وده يمكن هياخدنا للصور مشاهدينا الكرام اللي معروضه على يعني قدام حضراتكم الان على الشاشه، الاساليب المستخدمه في علاج الاطفال في المركز مركز دريم. دكتور محمود، احنا هنا في الصوره موضح ان في مرام دلوقتي. ايوه. دلوقتي هي بتمشي على البابلز بورد، ده عباره عن حاجه بتستقبل مستقبلات حسيه من الارض عشان تبدا تحسن. نفس الصوره هنا برضو وهي جالسه على سايد سيتنج برضو ماسكه حاجه، برضو ده نظام الان دي تي، ان هي قاعده بتعمل وظيفه وبتحاول تحط جوه الكونز ده. برضو بيحاول يقومه بس مش من ايده، من الجذع نفسه. هنا موجود برضو حمزه معانا بيحاول يمشي ماسك البار بيحاول يسند بيه. ده الاوجل سيستم زي جيم مصغر عشان تقويه العضلات وغيره. دكتور محمد، ده الاستبر بنحاول الطفل ان هو نحط له عقبات مثلا علشان يمشي وياخد خطوه. هنا برضو من الحاجات الجميله جدا ان احنا مش بس الطفل واقف وعلى المتوازن، يعني ان هو يقف متوازن، لا كمان بيؤدي وظيفه. هو ده الان دي تي، ان احنا الطفل لازم يعمل وظيفه بجانب ده كله. الطفل ده واقف على البالانس بورد، وكمان في لو تلاحظ حضرتك في حاجات حسيه، احنا بنأهل اطفال حسيا اكتر. دي السوينج بتشتغل على الفيستيبولر سيستم اكتر والتوازن. كويس جدا. ده يعني ده تمارين علاجيه دي نقوم بها على المات، وده يعني هي نازله يعني هي وصلت لكلاس 1 للمرحله الاولى، وكمان بتنزل على خشبتين صغيرين، فاحنا بنقلل السبورت. وكمان حضرتك لو تلاحظ حتى على السلم في حسي، يعني في حاجات حسيه مش بس ان هو بيحاول ينزل او بس. تمام. ده السبايدر ده برضو مدرسه بنشتغل بيها، ان احنا بنربط الطفل وبيتعلق. تمام. علشان نقلل الوزن فيحاول يعمل حاجه بمقدرته. دكتور محمود، ممكن نوضح للاستاذ المشاهدين ده الان دي تي برضو زي ما ذكرت قبل كده، ان هو الطفل بيحاول يعمل وظيفه وهو شغال، يعني أيوة. ان هو في الوضع ده اللي هي كانت واقفه على ركبه والركبه الثانيه بيعمل عشان اعمل ديسوسيشن ما بين الرجل قدام والرجل ورا، تفصل بينهم. وانها بتحاول تحط جوه الكونز. تمام. دي كده الصور اللي معانا مشاهدينا الكرام، ويمكن طبعا الصور ديت كل صوره بتتكلم عن نفسها الحقيقه. ويمكن انا يعني بجد كنت يعني اثني طبعا بجد جهود حضراتكم دكتور محمود دكتور محمد للجهد الرائع اللي انتم قايمين بيه الحقيقه. لكن انا عاوز اتكلم على حاجه، وهي قصه الخلايا الحسيه للقدم بتاع الطفل. هل بتاثر على الخلايا العصبيه؟ يعني ملاحظ ان انتم بتمشوه على اشياء، وده مرتبط ايضا بالخلايا العصبيه للمخ، مش كده ولا ايه؟ طبعا يا فندم، هو مبدئيا احنا لازم ناهل الطفل حركيا وحسيا الاول، لان المفروض الطفل بيحس الاول وبعدين بتطلع اشارات للمخ وبالتالي يعمل حركه. فبالتالي لازم نركز على الجانب الحسي جدا جدا جدا. معظم المراكز مثلا يعني بيشتغل ان هو يعمل الطفل حركه، يقعد بس يقف بس، لا لازم يكون في معلومات حسيه علشان الطفل يستجيب معانا. فده جانب مهم جدا جدا لازم نشتغل بيه، يعني لازم يبقى في الجلسه معانا. تمام. هنا بيبقى موجود معاكم دكتور محمود كتير اكيد من الاباء والامهات والاطفال وخلاص؟ هو عادي، ما فيش اي مشكله ان الاباء والامهات يبقوا موجودين اثناء الجلسه.
عشان يشوفوا حتى الجلسة بتعمل ازاي، بس عشان اغلب الحالات يعني بيبقى الطفل بيعوز بيعيط وده مش مطلوب جدا في الجلسة، فلازم على الاقل يبقى لازم يبقى هادي مامته معاه عشان نفسه يبقى مطمن. وفي العكس تماما فبنخلي الاباء والامهات يبقوا في مكان تاني لو الطفل يعني بيستعطفهم بيعيط عشان يستعطفهم، فما ينفعش نخليهم في نفس المكان. هو ده مش مطلوب؟ لا خالص، لا لازم. ده مش مطلوب؟ لا خالص، هو المطلوب ان الطفل يكون في بيئه هاديه. أيوة. ده اصلا من البرنسبلز بتاع الان دي تي ان هو يكون في بيئه هاديه وتهيئ له اصلا البيئه علشان يعمل التاسك. يعني حضرتك واضح اصلا من الصور الاطفال كلها مبتسمه، يعني التاسك بيبقى بمتعه، بيبقى بوظيفه ان هو بيعمل حاجه كويسه، مش بنجبره على حاجه. ايوه يعني اللي بيقوم بالوظيفه وهو لا يعني مش ستريسد خالص يعني، ودي اهم حاجه. تمام. عشان يشارك معانا. تمام. هل بيفرق هنا دكتور محمود من سن لسن؟ يعني في مثلا حضرتك قلته مره او امتى قلت الام مثلا امهات لا بجد انت كده اتاخرت كتير. تمام. ليه ما جيتيش مثلا شهرين قبل كده؟ تمام. السن سنتين. ده الفيصل بتاعنا يعني. مش ماكسيمم، خلينا هو من سنتين لثلاث سنين بيحصل النخاع العصبي النخاع الشوكي بيتغلف، فبيبقى استقبال الطفل اضعف من بعد السنتين. يعني خلينا نقول لو استفدته في اول من اول شهرين، اول ما يتولد لحد شهرين 90%، من بعد السنتين بتبدا تقل بنسبه كبيره جدا. يعني ممكن يبقى بعد السنة ثلاث سنين يبقى نسبة الاستفادة بتاعته 50% بتنزل. تمام. خمس سنين فيما فوق بتبقى 20% وهكذا، بيبدأ يقل حتى 18 سنة أو آسف 10 سنين اللي هي البلاتو بتاعت الطفل، بيكون لها البلاتو اللي هي الوقت اللي الطفل بيبدأ فترة يستفيد فيه. التشكيل يعني مهمة. وهنا ما انساش مشاهدينا الكرام، والله ما انساش حدث بالفعل يمكن معايا، كان نموذج من نماذج بالمناسبة، كان حد قريبي ابنه متقوس القدمين. تمام. بالزبط. فكان يائس تماما لحد طبعا على دونا في طبيب وفي عشرة اطباء، يعني سبحان الله ربنا خلق الطب وايه والدواء. هنا في هذه الحالات اللي هي تقوس العظام، هل لكم فيها علاجات دكتور؟ لان ارى كثير من الاطفال بيعانوا من هذه الظاهره. طبعا احنا اول حاجه بنقيم الطفل تماما، بنشوف التقوس ده ايه سببه، بنوصل لحالات معينه بيبقى لا يعني الطفل ده لازم محتاج عمليه، ولكن لنا دور كبير جدا في اي حالات فيها عظام او تشوهات عظام، لنا دور فيها بس بدري. ايوه يعني الطفل لو قبل اتاخر سنتين. لا بدري يعني قبل ما يحصل التشوه في العظام من جوه. تمام. يعني الاول خالص بيبقى ضعف عضلات، ضعف في الاربطه، لكن بعد كده التكوين، طالما التكوين لسه ما اتغيرش ممكن اشكل فيه واغير فيه يعني بعلاجات ولا بعلاج طبيعي؟ بعلاج طبيعي. لكن بعد كده خلاص الموضوع بيحتاج جراحه. تمام. يمكن الصوره اللي قدامنا طبعا مشاهدينا الكرام دكتور محمود، هل فيها جديد؟ دي صور يعني حالات قبل العلاج وبعد العلاج. أيوة. ده كان طفل عنده مشاكل في البصر بس وما بيعرفش يقف ولا يقعد اصلا. تمام. الحمد لله في فترة شهرين ونص بس بدأ يمشي. جميل. بس بيكمل علاج عشان لسه معاه مشاكل برضو في المشي، ان هو يمشي في خط ستريت ما بيعرفش يمشي غير في خطوط. دكتور محمد الصوره هنا يمكن فيها برضو. طبعا ده طفل برضو يعني احنا يعني بيجي لنا اطفال جميله جدا. الطفل يوسف عنه كان عنده مشاكل سمعيه. والله انتوا الاجمل الحقيقه، لان انا شايف تعاملكم مع الاطفال بامانه يا جماعه، انا بدون مبالغه والله مش بجيلهم عشان موجودين، تعامل بجد بتوصلوا لهم قد كده، جزاكم الله خيرا والله. لا لازم يعني. دول اطفال يعني، هو الطفل يا فندم اصلا مخلوق مش عارف ايه ده كله. يعني الطفل اللي هنا ده انتوا بتلعبوه كان ابنك يعني. لا هو ده حلقه قبل. لا لازم تاخد الطفل، هو طفل يعني، هو مازال طفل، هو ما عندوش القدرة ان هو يستقبل كل المسؤولية اللي عليه دي، هو مش فاهم اي حاجة، فانت لازم تكون قريب منه، لازم يكون فيه رحمة، دي اهم حاجة اصلا بناخدها مع الاطفال. تمام. وهنا الطفل طبعا بدا ايه يعني بدأ ياخد اول خطواته. هنا بقى اللي هو السيلف ديبندنس اللي حضرتك بتتكلم عليه، اعتماد على النفس. بالظبط. تمام. هنا في ده برضو حمزة. اتفضل. ده كان قبل العلاج برضو. حمزة كان لا بس حمزة كان المستوى الثاني فلا يعني جاب المستوى الاول بسرعه يعني. كويس جدا. ودلوقتي بنحاول نأهله لحاجات في مستوى اصعب يعني. تمام. دي كانت اول خطوات وكانت فرحه جميله جدا يعني. كويس كويس جدا. طبعا مركز دريم بالمناسبه يا جماعه الارقام ظاهره على الشاشه، التواصل مع مركز دريم والدكتور محمد والدكتور محمود الحقيقه قايمين بجهد رائع جدا جدا جدا. لكن ما زلت عاوز اقول لحضراتكم، وهو ان كتير بيسالوا عن قصه التشوه اللي ما كملناهاش بتاعه القدم. دكتور محمد دي حضرتك قلت لي لازم ليها علاج طبيعي ولا ممكن علاج مع حاجه كيميكالز دي مع دي؟ الاثنين حاجه بتبقى جميله جدا لو الطفل بياخد كالسيوم كويس أيوة. او حاجه كافيه ان العظم فيتامين دي يخلي العظم يبدا يتشكل صح. غالبا التقوسات دي بتبقى اصلا سببها نقص في الفيتامينز، في الفيتامينز اصلا عند الحالات فيتامين دي هو اللي بيعمل على تكوين الكالسيوم في الجسم. مره انا بنصح يعني حد من الامهات فقالت لي يعني ما تعملش فيها دكتور يعني، وهي الشمس.
بالمناسبة. طبعا لا ده جميلة جدا. الشمس لا. هي اللي بتعمل على تكوين اصلا الفيتامين دي في الجسم. تمام. ان الاشعه الشمسيه الاشعه فوق البنفسجيه الجلد بيبدا يعالجها. أيوة. ويحول منها فيتامين دي. وبقول الكلام ده بالمناسبه من كتر يعني من عشر الام زي ما بيقولوا يعني من كلام مع الدكاتره. فالشمس ارجوك نصيحه لكتير من الامهات، لو صحيت حضرتك بدري بدل ما تصحى الساعه 12 الظهر وخصوصا في الاجازات وعرضت ابن حضرتك الجزء السفلي ده للشمس، اعتقد للشمس وهو صغير، ده ويل بي فيري افكتيف، هيبقى مؤثر جدا. ولا ايه دكتور؟ طبعا الفتره اللي هي قبل الظهر اللي هو من الصبح لقبل الظهر، والفتره اللي هي بعد العصر. لكن تمام. فتره الظهر دي اللي هي القيلوله دي بتبقى الشمس ايه حاميه جدا ومش مفيده يعني الاطفال. تمام. كلمه اخيره دكتور محمود. والله هو بس زي ما كان دكتور محمد قال في البدايه، انه ربنا يكون في عون كل حد عنده حالات زي دي، بيبقى يعني ضغط جامد على العيله كامله مش أكيد. بس الشخص وحده. اكيد. ونصيحه اليوم استمروا لان الموضوع لسه في امل. دكتور محمد انا هو يعني دكتور مصباح اتكلم للاهالي، انا بتكلم للدكاتره العلاج الطبيعي. تمام. اهم حاجه انك تكون حابب، لان الاسترس جامد والمسؤوليه جامده جدا، الطفل بيعيط كتير جدا وبتواجهه مشاكل كتير جدا، فانت لازم تبقى صدرك رحب علشان تحاول يعني تاخده كده وتحاول تاهله، لان هو الموضوع بالنسبه له صعب جدا. فاهم حاجه تكون لطيف مع الطفل بس وحنين معاه، دي اهم حاجه يعني. تمام. شكرا جزيلا دكتور محمد. شكرا لحضرتك محمود. بسمكم مشاهدينا الكرام اتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفينا الكريمين سيد محترم دكتور محمد العنوزي اخصائي العلاج الطبيعي ومدير مركز دريما. شكرا لحضرتك دكتور محمد. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لهذا الجهد الرائع اللي تابعناه. شكرا جزيلا دكتور محمود مصباح اخصائي العلاج الطبيعي ومدير مركز دريم ايضا. شكرا جزيلا دكتور محمود. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لمجهودك بجد مع الاطفال ابنائنا جميعا. وتحيه اعزائنا وتقدير لكم مشاهدينا الكرام، هذه تحيه ابراهيم التحيوي، ارجو لكم جميعا اوقاتا تغمرها بهجه الايمان وروعه المحبه والسلام. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.